بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيثمثاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذي الطيق دي تسفن ورفيق ذا والد جاني مزورة ذي المثل إدجان وقادي جاردن الدونيث دونيث ذي المدرسة ثم قرآن صغاراي السلماذ ذا شوم كل درس أثي خلص بابي سغلاي. الحياة أفضل المدارس عيبها الوحيد تكاليفها باهظة. باش واحد يتعلم درس يخلصو غالي. الحياة مدرسة، لذلك الأمثال التي ينطق بها المجربون أمثال من وحي الواقع. المثول أنيسي دكان وسنسو جرب جرفن الدونيث من بعد فكان غد المثول والأمثال المثول والسعين ترى الحدود سعين ترى ثيليسا سعين ترى ثيليسا أدفغيو المثل ذقيو نبويذوذ ذقيو ثنتمورث أذيا وضر ثمورا نظن مرة بلا ثلاس. الأمثال لا حدود لها بدليل قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس مديفذ ربي سبحانه. الأمثال أدقار للناس بلا حدود ولا سدود. والمثول ذي التجربة بمذان أتفضى مذان يسعد الدونيث أكدف كلا كريم انتو ذرثيس عصارة حياته يعطيها للناس. المطلوب منا الاعتبار نأخذ العبر. أوها ربي أنحفظ سقي الروجي غد جاني مزهورة يكوليه ذي الدنيف إسعنا يروجي نس نكون إسعنا يروجي النار مردينين ذي الطيق دي تفن ورفيق خطر ذي لساع في ساعة الرخاء سهلة. واحد يكون بصحته دراهمه الطوموبيل ما كانش اللي مريض في الدار الشركة تمشي سوا سوا كل شيء وذراري نجحوا في القراية كل شيء لاباس عادي. ولكن وقتاش تظهر قيمة هذا المثل في وقت المحنة الأمراض الكوارث خاصة في هذا الزمان زمان والله غير واعر واعر جدا. على بالكم علاه؟ لأنه عامر بالمفاجآت لسيربريز الزلازل فيضانات ماشي ديو ضافو وين يحركين أن تفتح بطننا أن تفولوننا. وهذه من جنود الله وربي قال ولله جنود السماوات والأرض ويناد وما يعلم جنود سوى ربي. جنود الله لا يمكن أن يعلمها أحد كل شيء جنود الله كثيرة لا نحصيها عددا يحركها متى شاء كيفما شاء دون استشارة لأحد. الله يرحم الشافعي اللي قال من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب والدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب إلى أن يقول والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. الدونيث تشرد المفاجآت
ذا سنت الله أعلم. ربي في القرآن كما في سورة البقرة في الآيتين 155-156 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معنى ذي الشدة ذي الضيق ذي الطيق أما ذي الهلكة ثم ذي المصيبة ورعني الخام ذي السولة أما الزلزلة ثم ذي الفيضانة ثم تسلوفان دونيث ذينا أدن مكثي ذي الطيق ذي تسفان ورفيق. The friend indeed is the friend in need. بجميع لغات العالم بالمناسبة المثل هذا لغات العالم كلها قالته يكل لغة الدونيث أما تالألماني تانجليزي تارومي تقبيلي تعرف كلها أخوك الحق من كان معك إلى أن يقول من يشتت نفسه ليجمعك. جميع لغات العالم نطقت بمضمون هذا المثل. وقت الشدة ثعار وقلغ ذي زمن الشداف نكوني نسأل الله العفو والعافية هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بشدني اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة نسأل الله العافية لهنا ثلويث ثلويث أمعنا مثل ثايض في نيوارنا كني أوها ربي أغدف نوجذ أغدف نوجذ باش المثلا قسم في كزال أرغانت تذرين النار الحريق يضران الزلازل ضرانت الفيضانات ضرانت الهلكات الأمراض المدمرة للإنسان لا نحصيها عددا رغم التطور العلمي في المجال البيولوجي والطبي مازال كان كتسنس الخبر بلي فانند نولفاند الهلاكات إجديدا مازال سوفين دوام. يلا خلي العلوم تتحرك أدغران المخابر تجتهد في الابتكار في اكتشاف الأمراض وفي اكتشاف الأدوية وهكذا ومشاكل الدنيا لا نحصيها عدد. لذلك هذه رسالة نذكر بها أنفسنا ربي ناد في سورة الذاريات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثريث مثلا ذي شثنت المقاصد من المثلك ذي التقدي سفان ورفيق مثافظ أمذان أرثامك ذي الطيق ثم زواروث أمذاني حمض ربي وين يعاوننا وين يعاونن يحمض ربي في النعم يسديفك سنة أغديفك رباش أدنفك يفكيك ربي تزمرث أفكد سيد زمرثك أتعاون ذوياه يفكيك ربي تذريمث أفكد سيث ذريم ثيينيك ساتنفع ذوياب ذيني مغدينا ربي ذويني سورة الحديد الآية السابعة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أما كنا غدي قار لرزاق سعى مجريفة سننوان مستأمنون مستخلفون مفوضون لا تملكون المال على وجه الإطلاق بل ملكيتكم للمال ملكية استخلاف وتفويض وإنابة. ربا غدي قال الرزاقي قال نجري فاسن نون ماشي نون البذا بالك تصبض 20 سنة 40 سنة 60 سنة أدياسي ونواس أثنت جضي وياض يقر الشيخ محمد الحسين أذير ذو ربي فلس ثمورث تفديل إيمولان
ثمرت تبديل مولا في الصورة نفسها صورة الحديد سلام الآية السبعة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أرنو يسكن ثلاث آيات الآية 19 ربي ناد ولله ميراث السماوات والأرض معنى ذا ربري ورثن كل شيء أما ذي هنوان أما تمور ثقيد ينسايشي أما ذي اللوزينة أما ذي خامن أما ذي الحير أما ولله ميراث السماوات والأرض باش ننتبه باللي هذا المال لا يرافقنا إلى الآخرة يرافقنا الأجر والثواب وين يسخذ من الأرزاق ذوين يفغى ربي أثيوي ذ لاجر لاجر أثي زوير غلاخر أثيني يفذعوين أور نكفو أور نحفو أور نفنو أثي ينفع البخام القرار الأجر يسبق صاحبه إلى دار القرار إذن هذا هو المال فلسفة الشريعة في التعامل مع المال هي هذه ولا شيء غيرها النبي عليه الصلاة والسلام ناد نعم المال الصالح للرجل الصالح خطر يون ميلا السنة ربي سبحانه عز وجل ذا شو يضران ربي سبحانه هذا سيفك البركة ذي الرزقس ذي الطيق دي سبان ورفيق بهدوء بهدوء وقذي قربا أذقيم من الغورس أسخذ من أين لقن ما يلقر السبيطر فورا ينقل السبيطر يرى وان كان ديو قذي حضر مدينة ذي الطيق دي سبان ورفيق ما يلايون يفكال رزاقيس ذي الوقت ماجي من الطيق سيدي ربي يسيفك البركة ذي رزقيس ذي زمرثيس ذي ثواشولتيس ذو قينا وكيك ساعة يرنا آذي سنرني لرزاقيس ذيني مقارني ثقبيلي أربي فكا غيما السن كملتاس ثلدي ضغي فاسن إما السن رمزن لرزاق أربي رزقاق ولكن ثلدي ضغي فاسن خاطر ما يوني ساعة لرزاق بعد يخدم مكان يشد ديثن ما ينفعش يقنفعن السرح ربك دي سرح ربي يفكاياك الشيني افك دي وياض ثقيت تم زواروث في السناث اد نهضر في الكوارث والعياذ بالله كوارث في قذاقي وعرنت مليح اي غار سعانت عنصر المفاجأة سبحان الله الكوارث المصائب ورعني الخام ذي السولغ السعانت عنصر المفاجأة أدغلي سوربريز في كوارث يطنان أذين الغشي الصان بسم الله ما شاء الله أتبلاني فين أتخمي من أزكى شرخ ذمان سعان لوردر دي جور سعان كلش ولكن في الزوج في الثلاثة الصباح أدي ضرون ويلو في مذمين أما كذي قرأ ومذياز إنك يا نائم الليل يا نائم الليل مسرورا بأوله إن النوائب قد تأتينا أسحارا سبحان الله يفكي يغدى شو ذرون يا نائم الليل مسرورا بأوله يطاس الخير الرفاح يرفاح إن النوائب يعني المصائب إن النوائب قد تأتينا أسحارا إزمار الدرزونت في الله نغ ذقيض إن شاء الله هور درزونت نسأل الله العفو والعافية أمعنا ذين قذران ذين ذي زمر أدي ضرو ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله سلامات لمن رأى الحدث أعطيهم الصحة ذي الطيق ذي سبان ورفيق وأعطيه الصحة وقد يحضرنا ماذا الطباء ماذا ذي الجيران سلامات إن شاء الله نكمل الإمام الشافعي الله يرضى عليه
يعني كل الحكمة تظل الحكمة ظلة المؤمن أن دنوف الحكمة تدناوي الشافعي يجي ذا مذياز ذا بوال صاحب مذهب مذهب الشافعي معروف نتسان يدينا ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء المعنى يسمر درزونت أني ورثار ولا أني ورثار ولا أن دير والبلاد ما تنياف ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء المدينة وأرض الله واسعة توسع القاع ربي ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء سبحان الله الفلس يعفو ربي ذوال يسع نزل ذينيمي نغذي الشداث أما ذا المصائب الكوارث طبيعية يجي أما كل شيء سيث سلاظنا ربي مدين كوارث طبيعية مجازا وهي طبيعية ولكن محركها مدبرها ربي جل جلاله ولش شيء ضرون دي الدونيث يفغس العلم من سيد ربي ربنا عز وجل علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون كل شيء ذي سلعيل من سيدي ربي وذن سيك تضبيرا قارني ثقبيلث أم ذا نتحبير ربي تضبير ربي يدبير إذن المدبر هو الله جل جلاله ذيني مي نكني وكذا خلقيث يبيد الحال أن السين ربي إلى قاتل السين أوري لا قرا أغي عرق وفريد سيدي ربي وينو ما راه عرقني فرذان زيد الدوني يتقلق أتقصد ضي بمكان يعرقك وفريد أستقلق ملا نوكا ذي عرقاس وفريد غير سيدي ربي إن شاء الله أور غي عرق وفريد أكل من لا باش مقار الشرطة قام زوارو وإلا قرا ذا غير روح ومن سنيث ذي الوقت المحنة مثل السوثر أغدي والي استطن الرحمة باش تعيو الشدة وتقري ثلويف الهلاكات أما كادني المعاونة ذي الهلاكات المعاونة ذي القراية سورة بذا السنة الاجتماعية الجديدة ذيني قرزن أذف دنياك لن يوجلن ولسعر كارطابل قرنك من الميد يتفان ووجيل يتفاند ذي الشتوى نغثورة ذي لارونتري ثورة يتفان أوجيل نغى الفقير إيه الليل يتفان ذي الشتوى باللي ذي الفقير ذي الليل على حسب اللبسيس وكذا نغثورة أوها ربي يقرذان النغ الرشنا وسعونا لنا غفلاكي ونظر بلي الحمد لله الى الخير ثلا رحمه يريم ذنان الحمد لله يا ربي هذاك نفارك يا ربي ذي الرزق نوان ذي شذرث نوان ذي الدريان ونقاين تسعان خاطري ميثورا الا الوعي وعي عام الراي العام ناضج الى حد معتبر الغاشي تخمي من فيه ليلن فيه مغفلن فيه وجيلن إلى آخره هذا مظهر الصحة ومما يرفع الهموم عن الناس ذي الخير ما يقوى الخير ربدي قار وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ذغل الشيخ علي الصغرين أما التدريس الرسمي ذي الخذمان سن أما الزيادة خذمان وثقي من الإنفاق الإنفاق بالعلم الآية السلاس وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ويسعى ذريم ويسعى مسني ويسعى الرأي كل يون ذا شو يسعى ينفق منه أكا إن شاء الله تعالى من طبق الحديث أولاقي ذي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام دينان والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أكن تعاون ضوياض ربي أكي عوان
وسيدي ربي ذي سورة المائدة يناد وتعاونوا على البر والتقوى ذي الطيق إدي سبن ورفيق والسلام عليكم ورحمة الله.